Members of Congress, أعضاء الكونغرس، الآن لدي الشرف الكبير لأن أقدم لكم فخامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رئيس دولة إسرائيل. شكرا. Speaker of the House، رئيس مجلس النواب مايك جونسون، Senator Ben Cardin، السيناتور بن كاردن، Minority Leader، وزعيم الأقلية حكيم جيفريز، Senate Majority Leader وتشاك شومر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، وزعيم الأقلية ميتش ماكونل في مجلس الشيوخ، وأعضاء المجلس الشيوخ وأعضاء الكونغرس، وأيها الضيوف الموقرون، السيد الرئيس، أود أن أشكرك لإعطائي هذا الفخر العظيم لألقي هذا الخطاب في هذه القلعة الديمقراطية العظيمة لرابع مرة. نلتقي اليوم ونحن في مفترق طرق تاريخي. عالمنا يواجه تلا صعبا. في الشرق الأوسط، إيران ومحورها الإرهابي يواجه الولايات المتحدة وإسرائيل وأصدقائنا العرب. هذا ليس صراع حضارات، إنه صراع بين الهمجية والحضارة. إنه صراع بين أولئك الذين يمجدون الموت وأولئك الذين يقدسون الحياة. بالنسبة لقوى الحضارية لتنتصر في الولايات المتحدة وإسرائيل ينبغي أن تقف معاً. لأنه حين نقف معا فإن شيئا بسيطا يحدث، وهو أننا ننتصر ويخسرون. وأصدقائي، جئت لأضمن لكم اليوم شيئا، إننا سننتصر. سيداتي وسادتي، كسبع من أكتوبر والحادي عشر من سبتمبر 2001، السبع من أكتوبر 2023 هو يوم يبقى دائما خالدا. لقد كان عيدا يهوديا وبدأ كيوم مثالي. لم تكن هناك سحابة أو غيمة في السماء. الآلاف من الإسرائيليين الشباب كانوا يحتفلون في احتفال فني موسيقي. وفجأة على 6:26 صباحا كان هناك أطفال ينامون في أسرتهم وفي الكيبوتسات حول غزة. فجأة انقلبت الجنة إلى جحيم. 3,000 من الإرهابيين من حماس دخلوا إلى إسرائيل وذبحوا 1,200 رجل أو شخص من أكثر من 30 دولة ومن ضمنهم أمريكيون. ونسبيا مقارنة مع حجم سكاننا فهذا يمثل 29 مرة من 11 من سبتمبر في يوم واحد. وهؤلاء الوحوش اغتصبوا النساء وقطعوا رؤوس الرجال وأحرقوا الرضع أحياء وقتلوا والدين أمام أولادهم وأطفالا أمام والديهم.
وسحبوا 255 شخصاً بين الأموات والأحياء إلى الأنفاق في غزة، الأنفاق المظلمة. إسرائيل قد أعادت 135 من هؤلاء الرهائن، ومن ضمنهم 7 أطلقوا أثناء عمليات إنقاذ. وأحد هؤلاء الذين نجوا هو الآن موجود ويجلس إلى جانب زوجتي سارة. وفي صباح وفي صباح 7 أكتوبر العالم كله رأى وبيأس بينما تم اختطاف هؤلاء إلى غزة وخلف دراجة. لقد التقيت أم نورا ليورا قبل أشهر وكانت تموت من السرطان، وقالت لي: رئيس الوزراء، لدي أمنية أخيرة، آمل أن أعانق ابنتي نوى آخر مرة قبل أن أموت. وقبل شهرين فوضت بأن يكون هناك عملية إنقاذ، وأعطيت الأمر لقواتنا الخاصة ومن ضمنها الضابط أينونز مورا الذي سقط في تلك المعركة، وأسقط نورا وثلاثة رهائن آخرين. نورا، أعتقد بأنه ربما أحد أكثر الأشياء عاطفة حين التقت بأمها ليورا، وأمنية الأخيرة لأمها تحققت. نورا، نحن سعيدون جدا لأنك معنا اليوم، شكرا. العديد من عائلات الرهائن أيضا موجودون معنا اليوم، ومن ضمنهم إلياو بيباس هو جد ذينك الصبيين الصغيرين الرضيعين، وتم اختطافهما كرهائن مع أمهما مع ابن إلياهو. كل العائلة اختطفت كرهائن، ودانك الطفلان الأشقران، هؤلاء هم وحوش. وأقول لك بأنكم قد نجوت أنت مع إسرائيليين آخرين، وللأسف قتلوا حين عادوا إلى خطوطنا وحدودنا. وهناك عائلات أيضا هنا موجودون من عائلات أمريكية. المعاناة التي شهدتها تلك العائلات لا توصف. التقيت بهم مرة أخرى بالأمس ووعدتهم بهذا: لن أرتاح حتى يعود كل أحبائكم إلى الوطن، كلهم. ومع حديثنا اليوم فنحن منخرطون بنشاط في جهود مكثفة لضمان إطلاق سراحهم، وأنا واثق بأن هذه الجهود يمكن أن تنجح، وهي تحدث الآن، حتى بعضها يحدث الآن.
أود أن أشكر الرئيس بايدن لجهوده الحثيثة نيابة عن الرهائن وجهوده تجاه عائلات الرهائن. أشكر الرئيس بايدن لدعمه القوي لإسرائيل بعد الهجوم الفظيع في 7 أكتوبر، فهو قال بأن حماس هي شر مطلق وأرسل سفينتين وبارجتين حربيتين لمنع حرب في الشرق الأوسط، وجاء إلى إسرائيل للوقوف معنا أثناء أحلك ساعاتنا، وتلك الزيارة لن ننساها أبداً. الرئيس بايدن وأنا عرفنا بعضنا على مدى أكثر من 40 سنة، أود أن أشكره على مدى 50 سنة من صداقته لإسرائيل، لأنه فخور صهيوني. لقد قال أنا فخور، أي أنا أيرلندي أمريكي صهيوني فخور. أصدقائي، لأكثر من 9 أشهر جنود إسرائيل قد أظهروا شجاعة لا مثيل لها، ومعنا اليوم الليفتنانت إيخائيل لوفان، أبيخايل. أبيخاي هو ضابط في الجيش الإسرائيلي، عائلته هاجرت إلى إسرائيل من إثيوبيا، وفي الساعات الأولى من 7 أكتوبر أبيخاي سمع الأخبار، أخبار تلك ذلك الهجوم المروع، فوضع بزته ولبسها ورفع بندقيته، ولكن لم يكن لديه سيارة. إذن جرى 8 أميال إلى غزة للدفاع عن شعبنا. لقد سمعتم ذلك، لقد جرى 8 أميال ليذهب إلى الحدود وقتل العديد من الإرهابيين وأنقذ العديد من حياة الأشخاص أو من الأشخاص. أبيخاي، نحن كلنا نثمن بطولتك، وهناك أيضا إسرائيلي موجود معنا وهو يقف قف إلى جانب أبيخاي، هذا أشرف البخيري. أشرف هو من الجنود البدو ومن الجالية المسلمة في إسرائيل، وفي 7 أكتوبر أشرف أيضا قتل العديد من الإرهابيين ودفع عن رفاقه في القاعدة العسكرية، ثم ذهب للدفاع عن المجتمعات الأخرى ومن ضمنها كيبوتس بيريم. ومثل أشرف، الجنود المسلمون في جيش الدفاع قاتلوا إلى جانب اليهود والمسيحيين والدروز جنبا إلى جنب بشجاعة وبسالة منقطعتي النظير. وهناك بطل ثالث وهو أسا سوفر الذي هو موجود معنا اليوم. آسف أيضا قاتل كضابط في سلاح الدبابات وجرح في المعركة، جرح
وأصيب، بينما كان يحمي الجنود من قذيفة يدوية، رفع يده وفقد أيضا الرؤية في عينه والآن يتعافى، وأيضا خلال وقت قصير آسل رجع مباشرة إلى القتال كقائد لكتيبة دبابات. لقد تعلمت أن هناك بطلاً رابعاً وهو العقيد جوناثان بن حامل الذي فقد ساقه في غزة واستمر في القتال. أصدقائي، هؤلاء هم جنود إسرائيل لا يرضخون ولا يخشون أي شيء. وكما قالت التوراة سينهضون مثل الأسود، وهم نهضوا مثل الأسود، أسود يهودا وأسود إسرائيل. سيداتي وسادتي، رجال ونساء جيش الدفاع يأتون من كل بقاع أو من كل المجتمع الإسرائيلي، كل الإثنيات وكل الألوان وكل العقائد، من اليمين واليسار، دينيين وعلمانيين، كلهم لديهم تلك الروح، روح المكابيين، المقاتل اليهود القدماء. ومعنا اليوم إزاخيل لايدر، وهو أبو هؤلاء المكابيين، أبو إخايل نجا من المحرقة ووجد اللجوء في الولايات المتحدة، وكشاب ذهب إلى إسرائيل وكانت لديه عائلة من 8 أطفال، وسمى ابنه موشي على أبيه، وموشي أصبح أحد أفضل القواد في الجيش الدفاع الإسرائيلي، بينما كان يربي أيضا 6 أطفال. في 7 أكتوبر موشي تطوع للعودة إلى القتال، وبعد 4 أسابيع قتل حين انفجرت فخ بالقرب من مسجد. وفي جنازته قال يخيل: لو أن دولة إسرائيل لم تكن قد أقيمت بعد المحرقة، فإن صورتنا الجماعية كانت لتكون صورة بأن أمل ذلك اليهودي الذي يرفع يده في الجيت والبولندي لم تكن لتحدث. ولكن بسبب ميلاد دولة إسرائيل يخيل أكمل قائلا: وبسبب شجاعة ابني فإن الشعب اليهودي يواجهون أعداءهم ببسالة وبغير يأس. يخيل، نحن نثمن تضحية ابنك، وأتعهد لك ولكل عائلات الإسرائيلية والتي بعضها عانت كثيرا، فتضحيات أبنائكم لن تكون سدى. لن تذهب سدى،
لأنه بالنسبة لإسرائيل فلا ينبغي أن يحدث هذا ولا ينبغي أن يكون وعدا أجوف. هذا دائما تعهد مقدس، وبعد 7 أكتوبر لن يحدث 7 أكتوبر مرة أخرى. أصدقائي، دحر أعدائنا الوحشيين يتطلب الشجاعة والوضوح. الوضوح يبدأ بمعرفة الفارق بين الخير والشر. ولكن العديد من هؤلاء المتظاهرين ضد إسرائيل، العديد اختاروا أن يقفوا مع الشر، مع حماس. إنهم يقفون مع المغتصبين والقتلة، مع أولئك الذين جاءوا إلى الكيبوتسيم، إلى المنازل، وكان هناك أطفال، وكان هناك رضيعان وضع في وقتلوا العائلات، قتلوا الآباء، ثم وجدوا هؤلاء الرضع، ثم قتلوا الرضع. هؤلاء المتظاهرون يقفون معهم، ينبغي أن يخجلوا من أنفسهم. لقد رفضوا أن يفرقوا بين أولئك الذين يستهدفون الإرهاب والذين يستهدفون المدنيين، بين دولة إسرائيل الديمقراطية وبين حماس الإرهابية. لقد تعلمنا مؤخراً من إدارة المخابرات الأمريكية بأن إيران تمول وتشجع المظاهرات ضد إسرائيل في الولايات المتحدة. إنهم يريدون تقويض الولايات المتحدة. هؤلاء المتظاهرون أحرقوا العلم الأمريكي حتى في 4 يوليو. وأود أن أشجع مجموعة أخوة نورث كارولاينا الذين دافعوا عن العلم الأمريكي، دافعوا عن العلم الأمريكي ضد هؤلاء المتظاهرين المعادين لإسرائيل. وكما نعلم، فإن إيران تمول المظاهرات المعادية لإسرائيل التي تجري حتى الآن خارج هذا المبنى. ليس هناك كثير، ولكن نعم هم موجودون وفي كل المدينة. ولدي رسالة لهؤلاء المتظاهرين: حين طغاة طهران الذين يقتلون النساء بسبب عدم تغطيتهن لشعورهن، فحين يمولونكم فإنكم أغبياء إيران. بعض هؤلاء المتظاهرين، وطبعا هذا عجيب، هذا عجيب، بعض هؤلاء المتظاهرين يقولون أو يدعون بأنه مثلا المثليون لغزة، إذن فليقولوا مثلا الدجاج لكي اف سي. هم يرفعون تلك الشعارات. هؤلاء المتظاهرون يغنون من النهر إلى البحر، ولكن العديد لا يعرفون أي نهر وأي بحر يتحدثون عنه. هم لا يعرفون فقط الجغرافيا، ولكن لا يعرفون حتى التاريخ. إنهم يسمون إسرائيل، إنهم يسمون إسرائيل دولة احتلال. ألا يعلمون بأن أرض إسرائيل حيث إبراهيم وإسحاق ويعقوب صلوا، وحيث إرميا وداود وسليمان حكموا؟
لحوالي 4000 سنة دولة أرض إسرائيل كانت موطن الشعب اليهودي، وكانت دائما موطننا وستبقى دائما موطننا. ليس فقط المتظاهرون في حرم الجامعات، ولكن أولئك الذين يقودون تلك حرم الجامعات بعد الهولوكوست بثمانين سنة أو المحرقة بعد 80 سنة. فإن رئيس هارفارد بن، وأنا أخجل لقول ذلك، وحتى جامعة ماساتشوستس لم يستطيع أن يندد بالدعوات لإبادة اليهود. تذكروا ما قال؟ لقد قال إن الأمر يعتمد على المحتوى أو على الإطار، ولكن دعني أعطي هؤلاء الأكاديميين بعض المحتوى هنا. معاداة السامية هي أكبر أو أقدم معاداة للبشر في العالم. لقرون كان دائما اتهامات لليهود، اتهمنا من تسميم الآبار إلى نشر الأمراض إلى استعمال دماء الرضع. هذه الاتهامات المعادية للسامية الفظيعة أدت إلى قمع وإبادة، ثم إلى أفظع جريمة إنسانية وهي المحرقة. وكما تكذب الميليشيات، وحين يتهمون الميليشيات، الميليشيات الآن أو يوجهون اتهامات إلى إسرائيل. أرجوكم لا تصفقوا، أرجوكم استمعوا. هذه الكلمات التي تقول إن إسرائيل تمارس إبادة وأنها عنصرية، إنها تريد أن تنزع البشرية عن إسرائيل، وتريد أن تنزع الصفة البشرية عن اليهود في كل مكان. ولذلك رأينا هذا الارتفاع الكبير في معاداة السامية في الولايات المتحدة وحول العالم. أصدقائي، أينما وحيثما نرى معاداة السامية فعلينا أن نندد بها من دون شروط، وأن نكافحها من دون تمييز ومن دون استثناء. وأرجو أن لا تتغابوا، فحين تنشر هذه الإشاعات والأكاذيب ضد الإسرائيليين فإنها تأتي من أولئك الذين يتحدثون بنبرات عن العدالة والقانون. ولكن مثلا المحكمة الجنائية الدولية قد اتهموا إسرائيل بأنها تجوع الفلسطينيين عن عمد، وهذا كله فبركة وأكاذيب. إسرائيل قد سمحت لأكثر من 50,000 شاحنة مساعدات الدخول إلى غزة، أو هذا 500,000 طن من الأغذية وأكثر من 100,000 من الكالوريهات للأطفال والنساء في غزة. لو أن الفلسطينيين لم يحصلوا على الغذاء في غزة، ليس لأن إسرائيل تمنعهم، ولكن لأن حماس تسرق ذلك الغذاء. طبعا إنها كذب كثير، وهناك أكذوبة أخرى أيضا. المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قالوا إن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين. عن ماذا يتحدثون؟ جيش الدفاع الإسرائيلي قد ألقى ملايين المنشورات، وأيضا أرسلوا الملايين من الرسائل النصية لدعوة الفلسطينيين للابتعاد عن الأذى، ولكن في الوقت ذاته حماس تفعل كل شيء لوضع الفلسطينيين في طريق الأذى. إنهم يطلقون الصواريخ من المدارس والمستشفيات والمساجد، وحتى يطلقون على شعبهم حين كانوا يريدون الخروج من مناطق الحرب. وهناك مسؤول فتحي حمد من حماس
أو تبجح وقال إن النساء والأطفال الفلسطينيين إنهم يتفوقون بكونهم دروعا بشرية. هذا وحش. بالنسبة لإسرائيل كل مدني، قتل كل مدني مأساة. بالنسبة لحماس إنها استراتيجية، إنهم يريدون الفلسطينيين المدنيين أن يقتلوا حتى تلام إسرائيل وتشوه سمعتها في الإعلام العالمي لتنهي الحرب قبل أن ننتصر. هذا يسمح لإسرائيل لحماس بالعيش ليوم آخر ولترتكب 7 أكتوبر مرة ومرة ومرة. ولكن أضمن لكم هذا، مهما كان الضغط علينا فلن أسمح لهذا بأن يحدث. معظم الأمريكيين طبعا لم يصدقوا الدعاية حماس ولا يزالون يدعمون إسرائيل. وأود أن أقول لكم شكرا للولايات المتحدة، وشكرا لكم أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب لدعمكم واستمراركم في دعم إسرائيل والحقيقة ولرؤيتكم الأكاذيب. أما بالنسبة للأقلية فربما هم قد صدقوا أكاذيب حماس. أرجوكم استمعوا إلى جون سبنسر. جون سبنسر هو رئيس دراسات في ويست بوينت ودرس كل الحروب الحضارية في التاريخ الحديث، في التاريخ إجمالا. قال إن إسرائيل قد طبقت تحذيرات وإجراءات تحذيرية أكثر من أي جيش في العالم لتحذير المدنيين وحتى فوق ما يتطلبه القانون الدولي. ولهذا فإنه رغم كل الأكاذيب التي سمعتموها فإن الحرب في غزة هي إحدى الأقل نسبة في وقوع القتلى إذا قارنا المحاربين بالنسبة للمدنيين في الحروب المعاصرة. وهل تعرفون فإنها أدنى نسبة في غزة؟ إنها في رفح. في رفح. تذكروا ما يقوله العديد من الناس، لو أن إسرائيل دخلت رفح فسيكون هناك آلاف وربما عشرات الآلاف من المدنيين القتلى. وفي الأسبوع الماضي أنا ذهبت إلى رفح وزرت قواتنا بينما استكملوا قتالهم لآخر كتيبة من كتائب حماس. وكقائد هناك سألت قائد كتيبة هناك كم إرهابي قتلتم في رفح؟ أعطاني رقما محددا 1203. وسألته كم عدد المدنيين قتلوا؟ قال رئيس الوزراء لا أحد، باستثناء حادث وحيد حيث أن شظايا من مقذوفة ضربت مخزون أسلحة حماس وقتل أكثر من 10 أشخاص ولكن لم يقتل مدني. لماذا؟ لأن إسرائيل دائما تبعد المدنيين عن الضرر، وهم قالوا إننا لا يمكن أن نفعل هذا ولكننا فعلناه. هؤلاء الأبطال اليوم إنهم جنود إسرائيل ولا ينبغي أن يندد بهم أو يدانوا، ينبغي أن يشجعوا وأن يحيوا. أود أن أشكركم جميعا هنا اليوم الذين تعارضون الاتهامات الكاذبة للمحكمة الجنائية الدولية وتقفون مع الحقيقة. تلك الأكاذيب إنها خطيرة جدا، والمحكمة الجنائية الدولية تريد أن تحبس أيدي إسرائيل. ولو أنه أصبحت يد إسرائيل مربوطتين فالولايات المتحدة ستكون لاحقا. وأقول لكم لاحقا ماذا سيكون؟ كل الديمقراطيات لا يمكن أن تحارب الإرهاب. هذا ما هو على المحك. إذن دعوني أضمن لكم بأن يدي الدولة اليهودية لن تكون مكتوفة، وستدافع إسرائيل دائما عن نفسها.
أصدقائي في الشرق الأوسط، إيران هي وراء كل الإرهاب وكل الفوضى وكل القتل. وطبعا هذا ليس مفاجئا، فحين تم تأسيس الجمهورية الإسلامية آية الله خميني قال بأننا سنصدر ثورتنا إلى كل العالم، وإننا سنصدر الثورة الإسلامية إلى كل العالم. الآن اسألوا أنفسكم، أي دولة تقف في طريق هذه الخطط الشريرة الإيرانية لفرض الإسلام الراديكالي على العالم؟ الجواب واضح، الولايات المتحدة، إنها حامية الحضارة وأعظم قوة على الأرض. ولهذا فإن إيران ترى الولايات المتحدة كأكبر عدو لها. الشهر الماضي طبعا كما رأيتم كان قالوا بشأن الحرب في غزة، ولكن كان ذلك بشأن شيء آخر. جاء من وزير خارجية إيران حزب الله، قال إن هذه ليست حربا مع إسرائيل، إسرائيل هي فقط أداة، ولكن الحرب الأساسية والحرب الحقيقية هي مع الولايات المتحدة. النظام الإيراني كان يقاتل الولايات المتحدة منذ أن أتى ذلك النظام إلى السلطة في 1979. دخلوا واقتحموا السفارة الأمريكية وأخذوا رهائن هناك 404 أيام. منذ ذلك الوقت وكلاء إيران استهدفوا الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وخارج الشرق الأوسط. في بيروت قتلوا 241 من المارينز، في إفريقيا فجروا السفارات الأمريكية، وفي العراق قدموا متفجرات لقتل وإصابة الآلاف من الأمريكيين. في الولايات المتحدة، في الولايات المتحدة أرسلوا فرق موت لقتل وزير خارجية سابق ومستشار أمن قومي سابق، وكما علمنا مؤخرا فحتى إنهم هددوا باغتيال الرئيس السابق ترامب. ولكن إيران تفهم بأنه لمحاولة أو لتحدي الحقيقي للولايات المتحدة عليها أن تغزو أولا الشرق الأوسط، ولذلك تستعمل العديد من وكلائها ومن ضمنهم الحوثيون وحزب الله وحماس. ولكن في قلب الشرق الأوسط، في الوقوف بطريق إيران، هناك ديمقراطية فخورة وهي إلى جانب الولايات المتحدة، وهي بلد إسرائيل. ولهذا فإن العصابات في طهران تغني الموت لإسرائيل قبل أن يغنوا الموت لأمريكا. بالنسبة لإيران، إسرائيل الأولى ثم الولايات المتحدة. إذا حين إسرائيل تقاتل حماس نحن نقاتل إيران، وحين نقاتل حزب الله نحن نقاتل إيران، وحين نقاتل الحوثيين نقاتل إيران، وسنقاتل إيران، وسنقاتل أكبر عدو ومجرم، أكبر عدو للولايات المتحدة. وهناك شيء آخر، حين إسرائيل تتحرك لمنع إيران من تطوير السلاح النووي، فالسلاح النووي الذي يمكن أن يدمر إسرائيل ويهدد كل المدن الأمريكية، كل مدنكم الأمريكية، نحن لا نحمي أنفسنا فحسب، نحن نحميكم. أصدقائي، إذا تذكرتم شيئاً واحداً واحداً شيئاً واحداً من الخطاب تذكروا هذا: أعداؤنا هم أعداؤكم، قتالنا هو قتالكم، ونصرنا سيكون نصركم. سيداتي وسادتي، ذلك النصر
في الأفق. هزيمة إسرائيل لحماس ستكون ضربة قاسية لمحور الإرهاب الإيراني، وهناك طرف آخر لذلك المحور وهو حزب الله الذين هاجموا إسرائيل في 8 أكتوبر بعد يوم من هجوم حماس، وأطلقوا آلافا من الصواريخ والمسيرات ضدنا. 80,000 من سكاننا في شمال إسرائيل خرجوا من ديارهم وأصبحوا لاجئين حقا في بلادهم. نحن ملتزمون بإعادتهم إلى ديارهم، ونريد أن نحقق هذا دبلوماسيا، ولكن دعوني أكون واضحا. إسرائيل ستفعل كل ما في وسعها لإعادة الأمن إلى حدودنا الشمالية وإعادة مواطنينا بأمان إلى ديارهم. في يوم الجمعة الماضي المحور الثالث وهو الحوثيون هاجموا تل أبيب. طبعا كانوا على بعد القنصلية الأمريكية بمئات الأمتار، وجرحوا وأصابوا شخصا وجرحوا 9 أشخاص. في يوم السبت أعطيت تفويضا بالرد، وكل أعدائنا ينبغي أن يعرفوا بأن هؤلاء الذين يهاجمون إسرائيل سيدفعون تكلفة باهظة، ومع دفاعنا عن أنفسنا في كل الجبهات، أنا أعلم أن الولايات المتحدة تدعمنا وأشكركم لذلك. كل من هم موجودون هنا من الحزبين. أصدقائي، لعقود الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل دعما عسكريا سخيا، وأيضا إسرائيل وفرت للولايات المتحدة أخبارا ومعلومات أنقذت حياة الكثير من الناس. لقد طورنا معا أسلحة متطورة جدا، وأن أختار كلماتي هنا، نحن معا طورنا إحدى أكثر الأسلحة تطورا في العالم تحمي بلدينا، وأيضا ساعدنا كما أننا ساعدنا الجنود الأمريكيين لأن لا تكون هناك مع حماية مصالحنا المشتركة في الشرق الأوسط. أقدر بعمق الدعم الأمريكي وخاصة في هذه الحرب، ولكن طبعا هذه لحظة استثنائية، فالإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى إسرائيل يمكن أن يسرع في إنهاء الحرب ويمنع من توسع الحرب في الشرق الأوسط. في الحرب العالمية الثانية، بينما كانت تقاتل بريطانيا في واجهة العالم الحر، فوينستون تشرشل قال للأمريكيين: اعطونا الأدوات وسننهي المهمة. اليوم إنها إسرائيل التي تقاتل في الواجهة، وأدعو الولايات المتحدة: اعطونا الأدوات أسرع وسننهي المهمة أسرع. أصدقائي الأعزاء، الحرب في غزة يمكن أن تنتهي غدا لو استسلمت حماس ونزعت سلاحها وأعادت كل الرهائن. ولكن إذا لم يفعلوا ذلك، فإسرائيل ستقاتل حتى ندمر القدرات العسكرية لحماس وحكمها في غزة، ونعيد كل الرهائن إلى البلاد. هذا ما يعنيه النصر الشامل، ولا نسعى لأقل من هذا. The day.
اليوم بعد هزيمة حماس ستكون هناك غزة جديدة، ورؤيتي لذلك اليوم هو لأن تكون منزوعة السلاح ولا تكون متشددة. إسرائيل لا تريد أن تعود إلى غزة، ولكن في المستقبل المنظور ينبغي أن نسيطر هناك أمنيا حتى لا يظهر مجموعات إرهابية أخرى ولا تهدد غزة مرة أخرى إسرائيل. غزة ينبغي أن تكون هناك فيها حكومة مدنية يقودها فلسطينيون لا يريدون تدمير إسرائيل. هذا ليس كثيرا مما نطلبه، إنه شيء أساسي ولدينا الحق في طلبه وأن نحصل عليه. جيل جديد من الفلسطينيين ينبغي أن لا يتعلموا كراهية اليهود، ولكن أن يعيشوا بسلام معنا. نزع السلاح، كلمة نزع السلاح ونزع التشدد، هذان المفهومان طبقتا على اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك أدى إلى عقود من الرفاهية والسلام. بعد انتصارنا وبمساعدة دول المنطقة الشركاء، فإن نزع التشدد ونزع السلاح من غزة يمكن أن يؤدي إلى مستقبل رفاهية سلام وازدهار. هذه رؤيتي لغزة. وهذه رؤيتي للشرق الأوسط عموما، إنه أيضا مؤسس أساسا بما رأيناه بعد الحرب العالمية الثانية. فبعد تلك الحرب الولايات المتحدة عقدت تحالفات عسكرية في أوروبا لمواجهة التهديد السوفيتي، وأيضا الولايات المتحدة وإسرائيل يمكن أن تشكل تحالفا عسكريا في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني. كل الدول التي هي في سلام مع إسرائيل وكل تلك الدول التي ستصنع سلام مع إسرائيل ينبغي أن تدعى لهذا التحالف لتنضم إليه. رأينا إشارات أو رأينا إشارات من ذلك التحالف في 14 أبريل بقيادة الولايات المتحدة، فالعشرات من الدول وقفت مع إسرائيل لتحييد العشرات من الطائرات والمسيرات التي أطلقتها إيران ضدنا. شكرا رئيس بايدن لجمع ذلك التحالف معا. التحالف الجديد الذي أراه سيكون كاستكمال لاتفاقية إبراهيم، تلك المعاهدة التي عقدناها مع 4 دول والتي دعمت من الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. يمكن أن ندعو، ولدي اسم هنا لهذا التحالف، أعتقد أن ينبغي أن نسميه التحالف الإبراهيمي. أود أن أشكر الرئيس ترامب لقيادته ولعقده ذلك الاتفاق الإبراهيمي التاريخي. ومثل الأمريكيين فالإسرائيليون شعروا بالارتياح بأن الرئيس ترامب نجا من ذلك الهجوم عليه، ذلك الهجوم الوقح على الديمقراطية الأمريكية. ليس هناك مجال أو هامش للعنف في الديمقراطية. أود أن أشكر أيضا الرئيس ترامب لكل الأمور التي فعلها لإسرائيل، من الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، لمواجهة أيضا إيران، وللاعتراف بالقدس كعاصمة لنا، وبنقل السفارة الأمريكية إلى هناك.
إنها القدس، إنها عاصمتنا الأبدية ولن تكون مقسمة مرة أخرى. أصدقائي الأعزاء ديمقراطيين وجمهوريين، رغم هذه الأوقات العصيبة فأنا لدي أمل بشأن المستقبل، لدي أمل بشأن إسرائيل، لأن شعبي الشعب اليهودي قد خرجوا من أعماق الجحيم ومن الإبادة، وضد كل التوقعات أعدنا سيادتنا على أرض أجدادنا وبنينا دولة حيوية ديمقراطية قوية، ديمقراطية تتجاوز حدود الابتكار لتحسين حياة البشرية. لدي أمل أيضا بشأن الولايات المتحدة، لأنني لدي أمل بشأن الأمريكيين. أنا أعرف كيف ضحى الأمريكيون من أجل الحرية. الولايات المتحدة ستستمر في كونها قوة للخير في عالم مظلم وخطير. بالنسبة لكل العالم، الولايات المتحدة ورؤيتها تعود إلى دستورها في 1776، وهي معلم للحرية. بالعمل معا أنا واثق بأن دولتينا ستنتصران على المستبدين والإرهابيين الذين يهددوننا معا، وكرئيس لوزراء لإسرائيل أعدكم بهذا. مهما استغرق الوقت ومهما كان الطريق صعبا أمامنا، إسرائيل لن ترتاح ولن ترضخ، وسندافع عن أرضنا وعن شعبنا، وسنقاتل حتى نحقق النصر، النصر لتنتصر الحرية ولينتصر الحياة على الموت والخير على الشر. هذا التزامنا الصارم. وسنستمر في العمل مع الولايات المتحدة وشركائنا العرب لنغير تلك المنطقة من الحرب والفقر إلى واحة من الكرامة والازدهار والسلام. وفي هذه المهمة النبيلة وكالعديد من المهمات الأخرى، إسرائيل ستبقى دائما الحليف الموثوق به للولايات المتحدة والمعتمد عليها. وفي الأوقات العصيبة والأوقات الطيبة، إسرائيل ستكون دائما صديقكم الوفي ودائما شريككم القوي. ونيابة عن شعب إسرائيل، جئت إلى هنا لأقول شكرا لكم الولايات المتحدة، شكرا لدعمكم وتضامنكم، شكرا لوقوفكم مع إسرائيل في ساعة حاجتنا. معا سندافع عن حضارتنا المشتركة، معا نؤمن مستقبلا مزدهرا ورائعا لدولتينا. فليبارك الرب إسرائيل، وليبارك الرب الولايات المتحدة، وليبارك الرب الحلف العظيم بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى الأبد.